أحلام كتيرة كنا بنحلم بيها من زمان. كنا بنبص لبلدنا ونقول مصر تستاهل أفضل من كده. ما ينفعش تكون مصر مليانة بالعشوائيات والفوضى والزحام القاتل وتدهور الخدمات الأساسية، مياه وصرف صحي. كنا محتاجين مدن جديدة وطرق حديثة ومدارس ومستشفيات، وكنا شايفين إن أحلامنا دي بعيدة قوي وصعبة جدا. كنت لما تنزل الصعيد تحس بالحسرة والغضب من كم الإهمال والتهميش وغياب الخدمات والفقر المدقع والبطالة. كانت أحلامنا أشبه بالأمنيات المستحيلة، لحد ما جه الرئيس عبد الفتاح السيسي وتولى السلطة بناء على طلب الجماهير في 2014، وفجأة وجدناه يحول الأحلام لحقائق على الأرض. كنا بنشوف العشوائيات وهي بتتحول لمدن سكنية حديثة ومتطورة. ما يقرب من 240 ألف أسرة استفادت من مناطق تطوير العشوائيات غير الآمنة خلال الفترة الماضية، وإن عدد الأسر اللي استفادت من البناء غير المخطط هو حوالي 500 ألف أسرة في المرحلة اللي انتهت، والمرحلة الحالية مستهدف فيها 600 ألف أسرة. خطة البناء غير المخطط لعشر سنوات مقبلة تستهدف 22 مليون مواطن، أي ما يقارب من حوالي 5 ملايين أسرة. إجمالي المناطق العشوائية الخطرة كانت 357 منطقة على مستوى الجمهورية على مساحة 150,008 فدان. تم الانتهاء من تطوير 312 منطقة عشوائية، وجاري العمل ب 45 منطقة حاليا. نسبة المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية كانت 39%، تنتشر في 226 مدينة ومنطقة. التكلفة الإجمالية لتطوير المناطق العشوائية حوالي 39 مليار جنيه. يوجد في مصر 152 ألف مناطق غير مخططة بتمثل 37% من العمران. من المقرر الانتهاء من تطوير كل المناطق المختلفة عام 2030. عزبة الهجانة واحدة من هذه المناطق، واحنا لما بنتكلم عن العشوائيات بنتكلم عن أمر واقع نراه. كاميرا حقائق وأسرار نزلت عزبة الهجانة مدينة الأمل الآن، وهي منطقة عاشت فترة من الأهمال لعقود طويلة من الزمن، أصبحت الآن على خريطة التنمية والتطوير الحضاري. تقرير ثم نعود إليكم مرة أخرى.